ملعب المجاهد الراحل حسين ايد حمد تزين بالراية الوطنية والعائلات الجزائرية الحاضرة. حضر التشجيع وتجلت أشكال المؤازرة في صور تاريخية ميزت مباراة الجولة السادسة والأخيرة من تصفية الكان بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري في شهر عزيز على قلوب الجزائريين. لحظة التفاعل مع النشيد الوطني كانت معبرة وبخماسية كاملة. أكرم رفقاء القائد محرز نظراءهم بأداء يتحسن من مواجهة إلى أخرى وصدارة للمجموعة الخامسة، أكدت أهداف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. مواجهة بنقاط عديدة وصور تاريخية تعكس جمالية الصرح الرياضي وتبين معدن الجمهور الجزائري الذي استذكر أبطال الأمس، فكانت المواجهة وقفة للذكرى والترحم على أسماء صنعت أمجاد الكرة الجزائرية، ومن بينهم رشيد مخلوفي وعبد الحميد مراكشي اللذان وافتهما المنية مؤخرا. لا توجد مباراة بدون هدف مع المنتخب الوطني، دائما فخر لنا تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، لذلك سعينا لتحقيق الفوز بفضل هذا الجمهور المذهل. نعم عائلتي من تيزي وزو، أنا جد سعيد باللعب هنا والفوز بطريقة خاصة. نعم تعادلنا في الجولة السابقة أمام منتخب غينيا، لكننا نبقى متصدرين، نتمنى أن نقدم كل ما لدينا في كأس أمم إفريقيا القادمة. مباراة وإن كانت شكلية بعد ضمان الخضر التأهل، إلا أنها ستبقى تاريخية بعدما اكتمل المشهد بملعب المجاهد حسين ايد حمد بأجواء جزائرية خالصة ستتذكرها الألباب مستقبلاً.